إلى ذلك قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن زعيم تنظيم القاعدة بالسعودية دخل المملكة بجواز سفر قطري وقد تم قتله بعدها. وأشار إلى أن قناة الجزيرة بثت فيلما مختلفا عن البحرين، مؤكدا أنها لو كانت قناة حرة لانتقدت بلدها قبل انتقاد الآخرين. أضاف وزير الخارجية البحريني أنه قد تم إعطاء الفرصة لأمير قطر للإصلاح من سياساته تجاه الدول العربية، وأكد أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تتحمل المسؤولية عن جميع البلدان العربية في مواجهة إرهاب قطر.